بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم مأتم المرخ موسم الليالي الفاطمية بمشاركة نخبة من الخطباء، وهم الشيخ إبراهيم الصفا، الشيخ عبد علي ضيف، الشيخ إدريس العكراوي، الشيخ خليل الشاخوري، الملا إلياس المرزوق، الشيخ ياسين الجمري، الملا قاسم زين الدين، الشيخ كاظم درويش، السيد هادي الوداعي، والشيخ حسين الستري.